الحقيقة في نفس الوقت الحقيقة الدولة المصرية النهاردة، لأن طبعا التحدي الأكبر ولا يخفى على حضراتكم جميعا هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة، وده اللي الحقيقة الحكومة النهاردة شغالة على هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات، مع البنك المركزي، مع كل الوزارات، على أساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية. لأن طبعا احنا نعي تماما الفترة الاستثنائية اللي احنا موجودة، وبنتابع على مدار اليوم كحكومة ايه الصعوبات اللي موجودة وازاي ان احنا نزللها، والخطة اللي موجودة النهاردة وموضوعة محطوطة لغاية 30/6 بصورة مبدئية كخطة عاجلة 30/6/23، يعني بنهاية العام المالي الحالي، وايضا طبعا على المدى المتوسط للسنتين ثلاثة القادمين. النقط دي كلها شديدة الأهمية، لأن الموضوع مش موضوع حل مشكلة جت علينا، وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، مشكلة حقيقية خارجية الدولة المصرية لم تكن مسؤولة عنها، وهي مشكلة الأزمة العالمية اللي موجودة، ولكن احنا مطالبين بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل. وعشان كده بنبقى حريصين كحكومة ان احنا نضع التصور بتاعنا وبنتحرك فيه، ولازم نبقى واخدين بالنا ان مش كل الخطوات يجب الإعلان عنها، لأن بتبقى بعض هذه الخطوات يعني لازم إنها تحاط بقدر من الـ يعني الـ مش هنقول السرية، ولكن إنها ما يتمش الإعلان عنها غير لما تتنفذ على الأرض، لأن يعني لو إحنا أعلننا عنها مسبقا ممكن يكون ليها تداعيات سلبية، وده دي حاجات الاقتصاديين كلهم عارفينها وبنتحرك في إطار هذا الشأن علشان نحقق كل المستهدفات في هذا الموضوع بإذن الله في خلال المرحلة القادمة علشان نصل إلى اللي احنا عايزينه.